تجمع نجوم وازن وتحلق في فضاء الإبداع. نبدأ أمسيتنا الأولى مع إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بعنوان برنامج تقييم معايير مكافحة العدوى آيكا، حيث نتحدث عن 6 محاور رئيسية، وهي أولا مقدمة عن البرنامج، ثانيا بروتوكول زيارات تقييم معايير مكافحة العدوى، ثالثا مراحل زيارات تقييم معايير مكافحة العدوى، رابعا أداة تقييم معايير مكافحة العدوى وآلية التقييم، خامسا وازن وبرنامج تقييم معايير مكافحة العدوى، سادسا كيف تصبح مقيم معتمد ببرنامج تقييم معايير مكافحة العدوى. ضيوف الشرف لهذه الأمسية سعادة الدكتور خالد بن حمدان العنزي، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، وسعادة الدكتور عبد المجيد بن منيف المطيري، نائب المدير العام للإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. وسوف تكون ضيفتنا لهذه الأمسية الأستاذة أحلام العمري، مدير إدارة البرامج بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بالوزارة. كما أود أن أرحب بعراب برنامج وازن سعادة الدكتور عبد اللطيف العقيفي، مشرف عام برنامج وازن بديوان الوزارة. وكما أود أن أشكر فريق أمسيات وازن، وأود أن أنوه أن يوجد رابط يحتوي على استبيان، وأملكم بالمشاركة في تعبئته، وفي حال وجود أي أسئلة فضلا كتابتها في الشات. بداية نود أن نستمع لكلمة الدكتور عبد اللطيف مشرف عام برنامج وازن بديوان الوزارة. تفضل دكتور. شكرا طال عمرك، شكرا دكتور سلطان، الله يعطيك الصحة والعافية. متشوقين جدا، يعني أمسيات وازن كانت أخذت صدى في 2 سنين ماضية، اشتغلنا على الموضوع وكان في تضامن مع إدارة الجودة في برنامج إتقان. اليوم أمسيات وازن مستقلة بذاتها لبرنامج وازن، ولكن الجديد اليوم في برنامج وازن في 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 برنامج هذا كأمسيات وازن مختلفة شوي. برنامج وازن في الوزارة ما له علاقة في تفاصيل الأحداث اللي تكون من البرنامج، هو بقيادة زملائي مشرفين وازن في المناطق والتجمعات. يعني معنا الدكتور سلطان المنصور اليوم مقدم محاور، وهو مشرف وازن بصحة الجوف، منطقة الجوف، ومعنا أيضا الدكتور أنور العنزي مشرف وازن بصحة الحدود الشمالية، منطقة الحدود الشمالية، دكتور ممدوح العثماني وهو مشرف وازن في صحة نجران بمنطقة نجران، وكذلك معانا عبد العزيز حديس أخوي عبد العزيز من هو مشرف وازن في صحة جيزان في منطقة جيزان، وأخيرا معنا المايسترو أخوي نايف العنزي، نايف محمد العنزي، مشرف وازن بالتجمع الصحي في حائل. زي ما تشوفون هذول الشباب والله هم الكوكب اللي اشتغلوا وعملوا البرنامج وقالوا نبغى نحطه من أول وجديد. وبصراحة يمكن عملنا خلال 3 شهور وإحنا نفكر كيف نبدأ ونطلق الأمسيات ونمشي عليها بشكل جيد، لحد ما هم والله مشوا في هذا الجانب. صدف أنه كان لي لقاء مع أخي العزيز الدكتور خالد العنزي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وكان يقول إحنا شركاء معاكم في وازن وإحنا عندنا برنامج الأيكا، وعرض علي برنامج الأيكا، والله ذهلت مما هو موجود، وكانت أحلام من الفريق اللي كان موجود وعرض علينا الأيكا، وقعدت أشوف أشياء ليست بصراحة يعني أعطيت حقها من الـ نقول والله الدعم وكيف الناس تشوفها. صحيح مكافحة عدوى لما تقول واحد مكافحة عدوى تقول إيش هو الأيكا يعرفه بتفصيله، لكن إحنا الممارسين الثانيين الناس الإداريين والله ما يعرفون تفاصيل الأيكا، الجهد الجبار اللي قاعدين يعملونه الزملاء في الإدارة العامة لمكافحة العدوى. يعني هم يمرون مو على مستشفيات الوزارة بل مستشفيات المملكة كاملة، قطاعها الحكومي والخاص. أنا بحرق شوي من الأشياء اللي بتعطيناها اليوم أختنا أحلام، لكن فعلا ذهلت مما هو موجود. اليوم أنا سعيد سعيد جدا 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 بإطلاق أول جلسة معاكم في أمسيات وازن. ما راح نلتزم بوقت نقول لكم والله كل أسبوع أو كل أسبوعين، حنضعها كل فترة بحيث أننا ما ننقطع عنكم مرتين ثلاثة في الشهر، بحيث أن تكون عندنا مواضيع هادفة وتمسكم أنتم مباشرة أهل وازن، مشرفين وازن، الناس اللي هم شغالين في وازن في المستشفيات. نعرف أنه برنامج وازن لما طلع كبرنامج ما كان له مشرفين أو مسؤولين عن وازن في المستشفيات وفي المناطق، اليوم لا، له اهتمام، القيادات مهتمين فيه،
احنا نقول والله هذا الشخص ما هو مفرغ لوازن، لا هو في اداء عمله، لان المؤشرات تكون كما هي زي ما اليوم نشوف مع احلام، لكن هم الاساس في رفع مؤشرات المستشفيات. حتكون لنا لقاءات مع مدراء المستشفيات الاسبوع القادم، حناخذ لنا لقاء مع مدراء المستشفيات، حيكون لقاء غير شكل، حاجه كذا مميزه باذن الله. كل يوم حنجيب شريك من شركاء وازن، واحيانا حنطلع من القالب حق شركاء وازن ونجيب لنا ناس في القيادات. كل الهدف دعم كل البرامج. أنا عندي بس شغلة واحدة بقولها أخيرا وأختم عشان تبدون في الأمسية، بصراحة مكافحة العدوى نرفع لهم القبعة. في خلال الجائحة عملوا ما لم يعمله يعني الناس الآخرين بتضامن معهم، لكن عملوا أشياء مميزة جدا، حموا البلد. احنا كنا من النظام الصحي اللي فعلا أثبت أنه كيف تقاوم الكورونا بشكل جيد بالأشياء اللي هم عملوها بقيادتهم بحرصهم. أنا كنت أرى أنه والله مكافحة العدوى احنا بعيدين عنها ما نعرف تفاصيلها، بس لما تقربون منهم والله بتشوفون مدى عمق الأداء اللي قاعدين يعملونه والتفاصيل. حدودنا في معرفة مكافحة العدوى قد تكون غسل الأيادي، لا الموضوع أعمق من كذا بكثير، في تفاصيل منذ إنشاء المستشفيات. لما نروح ننشئ مستشفى مكافحة العدوى مهمة، لما نسوي أي مشروع تحسين مكافحة العدوى مهمة، لما نبي نطلع غرفة عمليات مكافحة العدوى مهمة، لما المريض حتى يدخل عندنا مكافحة العدوى مهمة. فمكافحة العدوى في أي مكان. وأكبر دليل عام 2015 صدر قرار من السباهي انه مكافحة العدوى ترتبط مباشرة في المعايير الجديدة، ترتبط مباشرة بقيادات المستشفى في السي او، لتعطيها الزخم والقوة اللي هم يستحقونها. فهنيئا لهم هذا المجد، وهنيئا لنا في وازن انهم اليوم ضيوفنا اول افتتاحية مع مكافحة العدوى. هذا ما يسره الله لي في كلمتين اقولها لكم. شكرا جزيلا اخوي دكتور سلطان، وشكرا للشباب أجمل، وشكرا لأختي أحلام، والله اليوم ترى كان عندها ضغط وما تقدر، لكن قالت عشانكم بجي. فشكرا جزيلا لكم، والله يعطيكم الصحة والعافية، وأنا معاكم إلى نهاية اللقاء. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية دكتور عبد اللطيف. الآن نستمع لكلمة الدكتور خالد العنزي، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية. تفضل دكتور. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. حقيقة بعد الكلام اللي قاله الدكتور عبد اللطيف، أنا لا يسعني إلا أني أكمل الجزء الآخر من حديثه، وأقول لك من مكافحة العدوى دورهم الأساسي هو خدمتكم دعمكم جميعا، سواء على مستوى القيادات، مستوى العاملين في المنشآت الصحية، على جميع المستويات. حقيقة إحنا دورنا كإدارة عامة في الوزارة نخدمكم جميعا، نخدم زملائنا في المديريات، في المستشفيات، في التجمعات الصحية. مثل ما وضح لنا يمكن الدكتور عبد اللطيف، فعلا في جهد كبير جدا جدا تقوم فيه الإدارة، يمكن يكون غير واضح، لأنه أحيانا الوقاية لا تضح، يعني لا تكون واضحة زي ما يوضح العلاج وأثره المباشر، بينما الوقاية قد يكون لها أثر خفي ما نلمحه إحنا، ولكن نقرأ كأرقام، كتأثير مباشر على المرضى، على الزوار، على حتى الممارسين الصحيين. أنا حقيقة ما ودي يعني أروح أكثر عمق موضوع الآيكا، ثم الآيكا ثم الآيكا. أتمنى الجميع يعرف إيش يعني تقييم المنشآت الصحية كبرنامج له هيكلة واضحة من أعلى المستويات، حقيقة يشمل جميع القطاعات الصحية، وزارة الصحة وغير وزارة الصحية، تحت مظلة برنامج واحد بما فيها القطاع الخاص طبعاً، والقطاع الحكومي غير وزارة الصحة. يعني البرنامج يعني قديم قديم من قدم يعني مكافحة العدوى، من تقريبا ظهور الميرس بدأت تضح له هيكلة واضحة حقيقة. أبدا هو منظم جدا، له معايير محددة، وراح تشرحها لنا إن شاء الله مايسترو البرامج في الإدارة العامة لمكافحة العدوى أختي أحلام العمري، وإحنا بين أيديكم. أي استيضاح او نقاط سواء كانت خلال الاجتماع هذا او ما بعد الاجتماع هذا، فعلا ابوابنا مفتوحه لكم، ونرحب فيكم، وبالعكس يسعدنا جدا تواصلكم جميعا. يعطيكم العافيه، وشاكر للزملاء حقيقه في برنامج وازن، ونفخر ان نكون شركاء لهم، ونكون فعلا اول انطلاقه لهم في امسياتهم، وان شاء الله باذن الله راح نرجع لكم اكثر واكثر في مشاريع قادمه. يعطيكم العافيه، شاكر ومقدر. شكرا لك دكتور خالد وعلى هذه الكلمات الطيبة والداعمة صراحة للبرنامج وازن.
الآن ننطلق مع الأستاذ أحلام ونستمتع في العرض. عليكم جميعاً، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أختكم أحلام العمري من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. جداً سعيدة بلقائنا لهذا اليوم وهذه الفرصة اللي كانوا قلب النابض فيها لإنشائها زملائي في برنامج وازن على رأسهم الدكتور عبد اللطيف، ولفتح باب التواصل فيما بيننا، وإن شاء الله نناقش جميع برامج تقييم معايير مكافحة عدوى وخصوصاً الآيكا، وإن شاء الله في الأخير راح نفتح باب الحوار والنقاش فيما بيننا، وإن شاء الله نجاوب على جميع الاستفسارات الخاصة بكم، وأنا متأكدة راح تكون كثيرة بإذن الله اليوم. طبعا في البدايه حابه اتطرق لاهم محاور لقائنا لهذا اليوم اللي ذكرها زميلي في بدايه مقدمته. راح نتكلم في البدايه عن لمحه بسيطه عن برامج تقييم تطبيق معايير مكافحه العدوى، بعدها راح نتكلم عن اهم بروتوكولات الخاصه بالزياره ومراحل زيارات التقييم، وراح نتكلم بشكل بسيط عن اليه تقييم معايير مكافحه العدوى، ومحورنا الاساسي لهذا اليوم مع شركائنا شركاء النجاح عن وازن وبرنامج تقييم معايير مكافحه العدوى اللي هو الايكا. في البداية حابة يعني أقول نعطي نبذة بسيطة أو لمحة بسيطة عن برامج التقييم. برامج التقييم تطبيق معايير مكافحة عدوى دائما تتم عن طريق عدة برامج مختلفة للمنشآت الصحية، بعضها يكون من خلال مقيمين معتمدين، وبعضها يكون عن طريق السلف أسسمنت أو التقييم الذاتي. كلها تهدف إلى تقديم الدعم وتحسين مستوى ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها داخل المنشآت الصحية، وهدفنا الأساسي كبرامج مكافحة عدوى أنه نمنع أو نقلل من انتقال العدوى وتفشي الأمراض المعدية داخل المنشآت الصحية. دائماً نسأل هذا السؤال، إيش أهمية برامج التقييم؟ هل هي مجرد سكور؟ هل هي مجرد برسنتج؟ هل هي مجرد ريد زون، يلو زون، جرين زون؟ للأسف جداً مختلف الهدف أو أهمية برامج التقييم. عملية الإجراء المراجعة الموضوعية اللي تتم خلال برامج تقييم هدفها هي لممارسات معينة نتأكد منها أنه مدى التزام الممارسين الصحيين بهذه المعايير، لنتأكد أنهم يطبقون البست براكتسز أو أفضل الإجراءات اللي تكون مبنية على البراهين العلمية، سواء كانت الأدلة حسب الأدلة المحلية أو العالمية. مهم جدا من خلال هذه برامج التقييم يكون في من خلال تنفيذها عن طريق الإجراءات وعمليات التقييم المنفذة بشكل فعال من خلال هذه البرامج، إحنا نكون نعطي معلومات قيمة للتحسين، يعني هي mutual sharing experience والسبورت للمنشآت الصحية أثناء تقييمنا. مرة شيء مهم برامج تقييم تقدم لنا إياه وأثبت أو سلط الضوء خلال الجائحة حقت COVID-19 وغيرها من الأمراض المعدية زي إيبولا ومونكي بوكس، إنه من خلال هذه البرامج إحنا نعرف مدى جاهزية المنشآت الصحية للجوائح من الأمراض المعدية. يعني من خلال هذه الـ KPIs أو الـ standards ومدى التزام المنشآت الصحية نقدر نحدد من المنشأة الصحية اللي تحتاج resources لدعمها لتصدي لهذه الجوائح. وفي الأخير وأهم حاجة ومحور برامج مكافحة عدوى هي حماية مرضانا وحماية مرضانا والممارسين الصحيين اللي هم أبطالنا اللي هو خط الدفاع الأول، وأيضا ما ننسى المراجعين والزوار من خطر العدوى المكتسبة من المنشآت الصحية. طبعا التقييم مو بس عن طريق مقيمين معتمدين أو سيرتيفايد أو مرخصين. التقييم هو نوعين، في تقييم يكون تقييم ذاتي اللي هو عن طريق المنشأة الصحية، هذا التقييم يكون يهدف إلى مدى تطبيق أو التزام المنشأة الصحية بمعايير مكافحة عدوى لرفع مستويات جودة وسلامة الرعاية المقدمة لمرضانا، ومنعاً طبعاً لانتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. صراحة نظام التقييم الذاتي أثبت لنا جداً حاجة مهمة، أعطانا نقلة مهمة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية في القطاع الصحي، يعني خلاهم يسهموا بدورهم بإذن الله في رفع من جودة ونوعية الخدمات المقدمة لمرضانا وتقليل العدوى المكتسبة من الرعاية الصحية. النوع وطبعا في أمثلة على هذا التقييم الذاتي، منه الـ Infection Prevention and Control Core Component، ممكن تشوفونه هنا في موجود صورته في سلايد. طبعا هذا البرنامج هو برنامج المكونات الأساسية لمعايير مكافحة العدوى، يعني مثلا في مستشفى راح تنشأ جديد، مثلا تجيني اتصال او استفسار ما هي معايير المطلوبه في قسم العمليات الجراحيه او قسم الاو ار. من خلال هذا البرنامج هو التقييم الذاتي حاط لي معايير محدده لهذا القسم، بحيث انا اعرف وين مستواي او ايش هي الاشتراطات حق مكافحه عدوى المطلوبه في هذا القسم.
من ضمن أيضا في برنامج آخر يعتبر تقييم ذاتي عندنا في الإدارة العامة لكافة عدوى المنشآت الصحية، هو برنامج الحماية التنفسية أو Respiratory Protection Program، وهذا صراحة مولود جديد من إيجابيات الجائحة حقت COVID-19. علمتنا إياه أنه أنشأنا هذا البرنامج بشكل متكامل كتقييم ذاتي أو داخلي من قبل المنشآت الصحية، يبين مدى استعداديتهم للتصدي للجوائح المرتبطة بالأمراض التنفسية المعدية. النوع الآخر ومحور حديثنا لهذا اللقاء ومسيتنا هذه اليوم أو هذه الليلة هو التقييم الخارجي من قبل مقيمين معتمدين أو مرخصين من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، طبعاً لجميع القطاعات، سواء كان قطاع حكومي تابع لوزارة الصحة، قطاع حكومي غير تابع لوزارة الصحة، وأيضاً القطاع الخاص. يهدف هذا البرنامج لما يروحوا زيارة المقيمين المعتمدين المرخصين من قبلنا لقياس أو تقييم المعايير الخاصة بمكافحة العدوى، يكون مبني على أسس علمية عالمية ومحلية. طبعاً زي ما ذكر دكتور خالد إنه التاريخ برنامج تقييم معايير مكافحة العدوى هي رحلة بدأت تقريباً في 2013 مع بداية الجائحة الخاصة بمتلازمة فيروس كورونا الشرق الأوسط التنفسية وهو ميرس كوف. كان التول جداً بسيطة تسمى ريفيو، كانت بس مركزة على التصدي لهذا المرض. بعدها في 2017 تطورت التول وصار اسمها ICAO Infection Control Audit أو برنامج تقييم معايير مكافحة عدوى. كان برنامج مبدئي كان جدا بسيط غير إلكتروني، كان ربع سنوي كل 3 شهور. بدأ تحسن جدا تحسن ملحوظ في 2019، صار إلكتروني عن طريق برنامج إلكتروني أو منصة إلكترونية، صار في مقيمين معتمدين من قبل الإدارة العامة، صار في دليل إرشادي صدر لآليات واستراتيجيات التقييم، والانطلاقة الأساسية اللي كانت جدا واضحة وكبيرة وقوية في برنامج الآيكا 23 هو 2023. حاليا احنا برنامج متكامل فعال والكونستركتد والاستابليش، ونقدر نشارك فيه اي جهة تحتاج فيها مؤشرات لمدى استعدادية المنشآت الصحية للتصدي للجوائح ومنع العدوى المكتسبة من المنشآت الصحية. طيب زي ما ذكر دكتور عبد اللطيف في البداية، كثير استفسارات جينا كيف نصبح مقيم معتمد في الآيكا او مقيم معتمد في برنامج تطبيق معايير مكافحة العدوى. صراحة هي مراحل أو ستيبز لازم نمشي عليها عشان نصير مقيمين. أول حاجة رح يكون في ترشيح المقيمين من خلال رابط احنا نعلن عنه في لترشيح المقيمين للمناطق، ولازم يكون عندهم كرايتيريا معينة، شهادات معينة في مكافحة العدوى، خبرة في يعمل في مجال مكافحة العدوى. بعدها يسجل للدخول الاختبار. الاختبار كان في 2023 هذه السنة الأسبوع الماضي، صراحة كانوا المسجلين للاختبار واللي حضروا اختبار عددهم 370 في 6 مناطق في المملكة. يعني إحنا بمجهود زملائي وأخواني في الإدارة العامة لمكافحة عدوى عملنا أنشأنا الاختبار في 6 مناطق بحيث أن إحنا نسهل الوصول لجميع ممارسي مكافحة عدوى في المناطق، بحيث أن إحنا نستقطب الكفاءات العالية في هذا المجال. بعد الاختبار وإذا اجتازوا الاختبار نعمل مقابلات شخصية، نتأكد من مهارات معينة تقاس عن طريق الانتربيو، وفي الأخير يكون مقيم معتمد ويمنح رخصة من قبل الإدارة العامة لمكافحة عدوى، ولا يتم عمل اعتماد زياراته إلا تحت إشراف مقيم سابق ومعتمد وذي خبرة من نفس المنطقة. وبعد زيارتين نتأكد أنه تقريره أو الزيارة أو الفيدباك من الزيارة اللي قام فيها ممتازة ورائعة، يصير مقيم معتمد ويكون معانا ونكون معاه في رحلة مع بعض طول الجيرني حقت برنامج تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى. طبعا هذا البوستر يمكن كان إعلاننا للاختبار السابق للآيكا، في ستيبز معينة زي ما ذكرت، وكانت يمكن زملائنا اللي موجودين معنا الحضور اليوم مكافحة عدوى يمكن مطلعين عليها، ويمكن الزملاء الآخرين من ممارسين صحيين شافوا الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا في عندنا جدا اشياء مهمه في التقييم، مو بس يصير مقيم وينزل، لا، في قواعد اخلاقيات وسلوكيات اثناء الزياره لازم يتم الالتزام فيها اللي هي كود اوف ايثكس اند اتيتيودز. فعند اجراء زيارات تقييم يجب ان يتم اتباع هذه البروتوكولات، لانهم في الاخير هم يمثلون الاداره العامه لمكافحه عدوى المنشآت الصحيه، ولازم يمثلون بشكل احترافي ومناسب ويليق بها. واحنا من خلال هذه الزيارات نتاكد انه هل تم الالتزام بهذه الأخلاقيات والسلوكيات أم لا،
وإذا اكتشفنا أنه في حال وجود خلل أو أنه defect في أثناء التزامه بهذه الأخلاقيات والسلوكيات، يتم إلغاء التقرير ويتم إعادة الزيارة من قبل فريق آخر. طبعاً راح نتطرق لنتكلم عن أشياء بسيطة أو المحاور الأساسية لهذه القواعد. نبدأ بالقواعد أخلاقيات زيارة التقييم اللي هي الكود اوف إثكس. مهم جداً إحنا كممارسين صحيين في وزارة الصحة الالتزام بقواعد السلوك والأخلاق طيل الوقت. طبعاً مهم جداً نتجنب أي سلوك قد ينظر إليه أنه إساءة لاستخدام الوظيفة أو إساءة استخدام الرخصة أو السلطة. يجب أن يتم التزامنا وتقيدنا طيل الوقت باللباقة والاحترام العالي، ولازم طبعاً التزام بجميع أخلاقيات المهنية اللي إحنا تعلمناها من كنا ندرس في الجامعات والكليات، ونمنع أي تواصل غير فعال اللي ممكن يسبب عدم ارتياح للطرف الآخر. وإحنا هدفنا من هذا البرنامج ككل إنه نقدم الدعم للمنشآت الصحية. من ناحية الكود أوف أتيتيود أو الكوندكت أو هو قواعد السلوكيات أثناء زيارة التقييم، إحنا كمقيمين نمثل في الأخير الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، فلازم إحنا نمثلها بشكل احترافي يليق بها. لازم يكون مقيمين مطلعين بشكل دائم وأبديتد عن أي أدلة أو بروتوكولات تطلق من الإدارة العامة أو من إدارات العموم في وزارة الصحة كلوائح أو بروتوكولات. لازم يكون مقيم مطلع عليها قبل أن يقيم أو ينشئ أو يزور أي منشأة صحية. الهدف الأساسي من هذه الزيارات كما ذكرت سابقاً أنه تقديم الدعم والإرشاد للزملاء الذين تم تقييمهم في مرافق الرعاية الصحية، لأنه مو هدفنا سكورينج أو كاتشينج ميستيك، بغض النظر أنه بالعكس نهتم جداً أنه في الأخير هذه تكون فاليبل الفيزيت ويستفيدون منها زملائنا في المنشآت الصحية. المقيمين مسؤولين عن تقييم أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية، لازم يكون بشكل عادل وواقعي مع يتماشى مع الأهداف والمعايير المذكورة في الأداة اللي نستخدمها للتقييم. لو رجعنا وشفنا السنة هذه السنة الماضية 2022 الـ overall compliance rate أو المعدل العام الالتزام بمعايير مكافحة العدوى في المملكة كان بنسبة 83.32%، وهذه النسبة تعتبر جدا ممتازة. هذه طبعا تشمل جميع القطاعات، القطاع وزارة الصحة وقطاع الحكومي غير وزارة الصحة والقطاع الخاص. لو جينا قارنا بين النسبة السنة والسنوات الماضية، طبعا نلقى انه من 2018 كانت النسبة تقريبا 86%، هذا طبعا نتكلم عن معدل الالتزام العام بمعايير مكافحة العدوى على مستوى المملكة. 2019 نزل 82.17، وممكن هذا له تفسير بسبب الجائحة وكوفيد 19 بدأت في هذه السنة. 2020 كانت تسليط الضوء على برامج مكافحة عدوى والدعم كان جدا كبير لمكافحة عدوى أثناء الجائحة، فزادت نسبة الالتزام بمعايير مكافحة عدوى ووعي الممارسين الصحيين والمجتمع ككل بأهمية هذا البرنامج، فزادت النسبة إلى 86.70%. في 2021 كانت النسبة 85.93، يعني تقريباً 86%، وآخر حاجة 2022. لو جينا للأفريج طبيعي لهذه المعدل يكون غالباً بين 82 و85 أكسبتد لنا أز أفريج في معايير مكافحة العدوى. طبعاً إحنا قلنا أنه في بروتوكولات، في كود أوف إثيكس، كود أوف كوندكت اللي هي سلوكيات أخلاقيات، كمان في مراحل أو للزيارة تقييم معايير مكافحة العدوى. في عندنا في مهام معينة نقوم فيها كمقيمين قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعد الزيارة، وإحنا نسميها في أدلتنا إرشادية pre-visiting و-visiting phase و-post-visiting phase. هذه المراحل إذا ما تم تطبيقها من قبل منسقي مع تطبيق برنامج تطبيق معايير مكافحة عدوى في المناطق وممثليهم من المقيمين، يتم إلغاء الزيارة ويعتبر أن بروتوكول الزيارة لم يتم التمشي به. نجي قبل الزيارة، مهم جدا نبلغ زملائنا في المنشآت الصحية بالزيارة، سواء كان عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية. جدا مهم تكون علاقتنا مع زملائنا في مكافحة عدوى المنشآت الصحية، سواء كانت في أي منشأة سواء قطاع حكومي أو خاص، يكون علاقتنا فيهم مستمرة سواء بزيارة أو غيرها، ويكون إحنا نعرف طرق التواصل معهم بشكل سريع، واللي في حال وجود أي لا سمح الله تفشيات أو حال رغبتهم في وجود أي دعم نكون إحنا على تواصل معهم. فلازم ضروري جدا نبلغهم بأي زيارة، لأنه إحنا نعرف إنه الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية هم خط الدفاع الأول، وطول الوقت هم مشغولين بمهام داخلية.
أثناء ما يتم خلاص إبلاغ المنشأة يتم إرسال جدول زيارات إلى المنشآت الصحية من منسق البرنامج في المنطقة اللي هي في المديرية إلى المنشآت الصحية، يبلغهم أو التجمعات على حسب إذا كان في تجمعات في المنطقة، يبلغهم بتاريخ الزيارة وأسماء المقيمين وساعات الزيارة وعدد أيام الزيارة. مهم جدا أنه يكون في الزيارة تكون 20% من مرافق الرعاية الصحية شهريا، يعني بحيث أنه إحنا في 5 شهور الأولى، إحنا طبعا برنامج هذا يقيم مرتين في السنة أو سيمي أنوال أو باي أنوال، يعني مرتين في السنة في النصف الأول والنصف الثاني. فجدا مهم أنه من شهر 1 بداية السنة لين شهر 5 نقيم المستشفيات الخاصة بالمنطقة نخلصها. ليه؟ لأنه في شهر 6 ضروري جدا يتم إنشاء أو عمل تقرير لتحليل مفصل للمنطقة بمدى التزام المنطقة بمعايير مكافحة العدوى. من شهر 7 إلى شهر 11 يتم إنشاء الزيارات النصف الثاني، عشان شهر 12 يكون عمل التقرير السنوي الكامل للبرنامج ويتم يكون تحليله بالتفصيل بمدى التزام المنطقة، بحيث أن المنطقة تعرف فين الديفكت عندها وتحله قبل يعني توصل لمرحلة أنه يصير إشكالية أو يصير أوت بريك أو تفشي لا سمح الله. مهم جدا يكون موعد الزيارات خلال الشهور 5 الأولى زي ما ذكرت لكم من كل نصف عام. هذه كل المهام أو البروتوكولات المهم تطبيقها قبل الزيارة. أثناء الزيارة لازم طبعا نلتزم كمقيمين بالوقت المحدد لنا، سواء كان ساعات عمل، عدد أيام، أقسام راح نزورها. ضروري جدا يكون متمشين بحسب الخطة المسبقة اللي رسلناها قبل الزيارة. لازم يكون جميع الزيارات الميدانية تكون من خلال استخدام التول المحدثة أو الأداة المحدثة للتقييم من قبل إدارة العام مكافحة عدوى المنشآت الصحية. وأيضا مهم جدا ونصر ونؤكد، وإحنا أكيد أنه هذا الشيء المهارة هذه لا تخفى على أي ممارس صحي، التزام الصارم بأخلاقيات المهنة سواء كان أثناء الزيارة وتمثيل الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بطريقة مهنية عالية. بعد الزيارة في منصة إلكترونية يكون عند المقيم المعتمد المرخص يكون عنده يوزر وباسورد. اليوزر والباسورد هذه يدخل على المنصة الإلكترونية ويدخل التقييم أو الدرجات اللي هو رصدها أثناء الزيارة. مهم جدا يتم إكمال ورفع التقرير حق التقييم على المنصة الإلكترونية في غضون 72 ساعة من الزيارة الفعلية. يعني أنا كمنسق برنامج الآيكا زملاء عندنا في الإدارة العامة يعرفون متى موعد زيارات أي منطقة لأي منشأة، ويتابعون معاهم هل تم الالتزام بهذه المدة لرفع التقرير أم لا. راح يجينا على طول إحنا نوتيفيكيشن إنه صار سبميشن للتقرير ومتى تم سبميشن له. مهم جدا يكون أول ما يصير سبميشن راح يجي إيميل لمدير المستشفى ورئيس قسم مكافحة عدوى في المستشفى بسيرفي لتقييم المقيمين اللي حضروا للزيارة. فإذا ما صار أو ما تعبى هذا التقييم أو السيرفي لن يتم استلام المنشأة لتقرير الزيارة. فمهم جدا يصير سيرفي بحيث أن نتأكد عن مدى التزام المقيمين بالكود اوف إثيكس، كود اوف أتيتيود، أنهم هم هل التزموا بالتاريخ والوقت، هل كان تعاملهم داعم للمنشأة. فعن طريق هذه التقييم اللي ينشئه رئيس قسم مكافحة عدوى ومدير المستشفى في المنشأة نفسها، بعدها أول ما يصير سبميشن أو رفع له على طول يستلمون التقرير الخاص بالزيارة التي تمت عن طريق المقيمين المعتمدين، ومن خلالها يتم عمل الخطة التصحيحية. يجي معها طبعا تمبلت أو قالب خاص للخطة التصحيحية يتم من خلاله تعبئة جميع الديفكت أو الملاحظات المرصودة وعمل الإجراءات اللازمة لتصحيحها، ويتم الطلب من المستشفى إرسال هذه الخطة خلال 7 أيام من تاريخ استلام تقرير الزيارة. هذه هي البلاتفورم اللي ممكن يدخلها اليوزر والباسورد اللي هو المسؤول المقيم اللي موجود اللي عن طريقه تمت الزيارة وعن طريقه يدخل التقرير الخاص بالمنشأة الصحية. كده شكل التول راح تجي في المنصة. طبعا هي معايير محددة راح نشرحها في السندات الشرايح إن شاء الله القادمة، لكن مهم جدا نعرف إن في أنشطة محددة يستخدمها المقيم، يعني الأكتيفيتيز اللي هي observation, staff interview, document review، يسوي personal file يشيك عليها، الميديكال ريكورد حق المرضى من خلالها يعطي السكور الخاصة. طبعا السكور تنقسم إلى 4 أشياء، يا صفر في الأشياء اللي لم يتم إكمالها، أي صفر not met، 1 الأشياء المكتملة جزئيا اللي هي partially met، 2 مكتملة أو بشكل كامل اللي هي fully met.
الـ NA اللي هي Not Applicable. من خلالها طبعاً إحنا ما نرضى المقيم ضروري جداً يحط كومنت لي إذا كان سكور يا صفر أو واحد أو NA، ضروري جداً يحط تعليقه أو ملاحظته في بارت الكومنت، وإذا ما حط الملاحظة ما راح يصير سبمشن للتقرير. والملاحظة جداً تكون دقيقة، يعني مثلاً في Staff Interview تم عمل مقابلة شخصية مع الممارسين الصحيين بعدد 10، يكتب عدد 10، ما ينفع يكتب مثلاً copy paste ينسخ لي المعيار نفسه ويكتب لي اياه في بارت الكومنت. طبعا مجالات التقييم او الدومينز في الاداه هذه اللي شفتوها قبل شويه، احنا زي يمكن زملائنا في برنامج وازن عندهم بيرسبكتيف معينه، هي اربع مقسمينها او اربع عناصر مقسمينها، احنا عندنا خمسه دومينز نسميها او مجالات. اهمها الاجراءات الاداريه للوقايه من العدوى ومكافحتها. صراحة اليوم جوالي في الواتساب زملائي في مكافحة العدوى جميعهم أصروا أني أأكد على ضرورة الدعم من قبل القيادات، زي ما ذكر دكتور عبد اللطيف ودكتور خالد أنه جدا مهم الليدرشيب سبورت في المنشأة الصحية. علشان كده معظم الأقسام تكون مرتبطين تحت CEO، لأنه جدا بدون وجود هذا الدعم لن يتم تطبيق برنامج مكافحة العدوى بشكل فعال. هذا يعتبر دومين A وعليه طبعا في وزن محدد. في بعده دومين B هو مجال B اللي هو تدابير الرئيسية للوقاية من العدوى ومكافحتها. طبعا هذه التدابير تكون بيزك اللي هي الأساسيات اللي نحتاجها في المنشأة الصحية، وله وزن معين راح نشرحه في الشرائح القادمة بإذن الله. دومين الثالث اللي هو ترصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية ومنع التفشيات الوبائية، وأنا أقول هذا الدومين أو هذا المجال هو الحبل السري المغذي لنا كمكافحة عدوى بمدى خطورة الوضع من ناحية مكافحة عدوى في المنشأة الصحية. من خلاله أعرف إذا كان عندهم يعطيني ألارم أو تحذير أنه في ممكن تفشي يحصل في هذه المنشأة الصحية. والويت أو الوزن لهذا الدومين جدا كبير اللي هو 30 تقريبا بيرسنت، ورح نشرحها في الشرائح القادمة. وبعدها دومين اللي هو دومين دي اللي هو إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها بالأقسام. وفي الأخير دومين إي هو أقسام الخدمات المساندة والإجراءات ذات الصلة. يمكن ذكر دكتور عبد اللطيف قبل شوية إنه إحنا نعرف طول عمرنا إنه هاند هايجين، على الرغم إنه هاند هايجين شيء بسيط بس جدا مهم ويعتبر إجراء ذهبي لمنع العدوى في المنشآت الصحية، وأيضا أقسام الخدمات المساندة والإجراءات المتعلقة بها جدا مهمة في منع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. ممكن نتكلم عن عناصر في كل دومين ووزنها. يعني احنا تكلمنا قبل شويه الدومين A اللي هو يحتاج فيه ليدرشيب سبورت، طبعا هو وزنه 20 ويحتوي على عناصر محدده عددها 7، هي برنامج مكافحه العدوى، دعم القياده. دون دعم القياده برنامج مكافحه العدوى لن يتم تطبيقه. الخطه السنويه لمكافحه العدوى، قسم مكافحه العدوى من حيث قوى عامله، من حيث شهاداتهم، من حيث تدريبهم، سياسات وإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة، لجنة مكافحة العدوى، وهنا حابة أركز فيها أو نوه عليها خاصة معنا زملائنا من إدارات مختلفة. الانفكشن كنترول كوميتي هي تتكون من ذوي اختصاص مختلفين، سواء كان من الكواليتي، سواء من الفارماسي، سواء من التموين الطبي. من هذه اللجنة تنبثق القرارات ويصنع القرار، فجدا مهم اللجنة هذه تكون مفعلة بشكل فعال، وأنا كمقيم أتأكد حتى من محاضر الاجتماع والمواضيع اللي تم مناقشتها في هذه اللجنة والبرنامج التدريبي بمكافحة العدوى. طبعا كده الشكل، أخذت سكرين شوت من الدليل الإرشادي الخاص بالآيكا تبعنا، هي دومين A اللي هو Infection Prevention and Control Administrative Measures، وتكلمت فيها في الشريحة السابقة. نجي عند دومين B واللي هو مجال B، وزنه 20%، يتكون من 7 عناصر اللي هي elements، برنامج نظافة التطهير الأيدي، وأنا أعتبر هذا المعيار أو الإجراء الذهبي لمنع العدوى في المنشآت الصحية، وسائل الحماية الشخصية، احتياطات العزل، الأدوات ذات الاستخدام الواحد، برنامج الصحة المهنية، تقنية التعقيم اللي هي السبت تكنيك، وبرنامج الحماية التنفسية اللي ذكرته قبل شوية هو يعتبر برنامج حديث في برامج مكافحة العدوى. وهذا شكل سكرين شوت من الدليل الإرشادي الخاص بهذا الدومين. دومين سي أو مجال جيم اللي هو وزنه 30% اللي قلت لكم هو الحبل السري، طبعا هذا يعتبر إدارة التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية اللي هي الأوتبريك مانجمنت،
في عنصر جديد أضفناه أو إليمنت جديد اسمه التأهب للطوارئ والاستجابة لتهديد الأمراض المعدية الوطنية. طبعا احنا مرت علينا امراض معديه كثيره، منها الايبولا، منها المونكي بوكس، منها الكوفيد 19، وكنا كل مره نسوي تول، لا بعدين فكرنا قلنا لا نسوي عنصر اساسي يعتبر اللي هو الناشونال بريبيردنس للانفكشوس ثريت، بحيث انه اي منشاه صحيه يكون عندها خطه مسبقه للتصدي للجوائح لا سمح الله في حال حدوثها. طبعا استخدام الامثل والاشراف على استخدام المضادات الحيوية اللي هو الانتي مايكروبيال ستورشيب بروجرام، الترصد للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية اللي هو السيرفيلنس، والحزم الوقائية للوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية اللي هي الانفكشن بريفنشن اند كنترول كير بندلز. طبعا وزن هذا الدومين اكبر وزن هو 30%، وهذا صورة الدومين من لدي الارشادي الخاص بالايكاب. دومين دي طبعا في اقسام تكون عالية الخطورة بس ممكن نوعا ما نجلكتد من الأقسام مكافحة العدوى، فننتبه لها إحنا كمقيمين إنه لأنها عالية الخطورة تحدث فيها التفشيات، ولأنه المرضى فيها يكونون فيها أميون وكمبرومايز أو عندهم قلة مناعة، زي قسم الغسيل الكلوي، قسم تحضير الأدوية الوريدية اللي هو الكومباوند سترال بريبريشن أريا، قسم العمليات الجراحية، قسم المختبرات لأنه في خطورة لأنه يتعاملون مع عينات معدية، وعيادات الأسنان بما أنه أهميتها بتأكد من التعقيم والتطهير فيها. وهذا شكل دومين دي في دليل الآيكا الخاص بالتقييم أو برنامج تطبيق تقييم عينة مكافحة العدوى. وآخر دومين اللي هو دومين E، وطبعا وزنه 10% ولكن لا يقل أهمية عن الدومين الأخرى. طبعا الدومين هذا فيه الاشتراطات مع او الشرطات هو معايير مكافحه عدوى في الميديكال ستور او المخازن الطبيه، قسم التغذيه او نيوتريشن سيرفيسز، قسم الوفيات اللي هي المورك، قسم المغسله او اللاندري. طبعا في اجراءات خاصه بالهدم والبناء، لانه احنا كثير يمكن نشوف انه المنشآت الصحيه ما تطلب رأي مكافحة العدوى أثناء عمليات أو إجراءات الهدم والبناء أو المشاريع الهندسية داخل المنشأة، والتي من جد مهم دور مكافحة العدوى فيها، لأن هذه المشاريع تسبب ممكن احتمال في نشر العدوى، تكون مصدر للعدوى للمرضى. ونظافة وصحة البيئة والمواد المستخدمة للتطهير والنفايات الطبية، بكذا طبعا تكون عناصر 8 عناصر في هذا الدومين. طبعا شركاء النجاح الإدارة العامة لمكافحة العدوى والمنشآت الصحية وبرنامج تقييم ذاتي الآيكا كثير صراحة، ومن أهمهم زملائنا برنامج وازن، وكمان مكتب تحقيق الرؤية اللي هو Vision Realization Office هو VRO، المركز الصحي الوطني لقيادة التحكم National Health Command Center، وشركة الصحة القابضة اللي هي Health Holding Company. هذول الشركاء طبعا دائما يشاركونا المؤشرات الخاصة بمكافحة العدوى، لأن نحن نعمل عمل تكاملي لتقديم الرعاية الصحية المثلى لمواطنين المملكة. طبعا أهم محور لأمسيتنا هذه اليوم برنامج تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى اللي هي الآيكا وبرنامج وازن. في كثير يمكن أرسلوا لي اليوم الخاص أنه كثير عندهم استفسارات، طبعا أنا متأكدة أنه في استفسارات كثيرة. برنامج وازن زي ما احنا عارفين، يمكن زملائي برنامج وازن زملاء اللي مشاركين معنا اليوم في الأمسية يمكن أكثر خبرة مني، أنه هذا البرنامج طبعا يهدف إلى قياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمنشآت وزارة الصحة، عشان يوفر خارطة الطريق لصناع القرار، ونحن نهدف هنا طبعا الدعم الكامل لصناع القرار على المستوى التنفيذي والتشغيلي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالمنشآت الصحية بالتضامن مع أهداف وزارة الصحة لتحقيق وطن واعد ومجتمع حيوي، وهذا هو رؤية المملكة ككل. يمكن زي ما قلت قبل شوية أنه في بطاقة أداء متوازن من قبل زملائنا برنامج وازن، اللي هي البالانس كور كارد كور كونسبت، اللي هي البرسبكتيف زي ما تكلمت عنها، هي 4 الكي ليدرشيب ميجرز والكلينيكال اوتكم ميجرز والبيبل نوليدج اند جروث ميجرز، واخر حاجه الكاستمر ميجرز. لو لاحظنا انه الانفكشن كنترول ينصب تحت الكي ليدرشيب ميجرز، وطبعا نذكر دائما وابدا دون دعم
الكامل لقيادات المنشآت الصحية لقسم مكافحة العدوى لن يتم تطبيق برنامج مكافحة العدوى. عشان كذا برنامج وازن زملائنا عارفين بهذه الأهمية والكونكشن المهم والحيوي لهذا الترابط، فعشان كذا infection control تحت الكي ليدرشيب ميجرز. كم نسبتنا في وازن؟ 8%، ونطمح من عبد اللطيف يضبطنا إن شاء الله في السنوات الأخرى نزيد النسبة. يمكن راح أسمع حين حاليا انه كيف تقاس؟ تقاس بناء على الايكا سكور اللي ناخذها. راح اسمع انه في زونز يس، لكن ان شاء الله في 2023 موعودين بتغيير النسبه عشان تكون مور ابليكابل وواقعيه وتطبق صراحه وتمنع اللغط والحده اللي زعلانين مننا منها اقسام مكافحه عدوى في المنشآت الصحيه. طبعا في الاخير احنا عندنا كثير ريسورسز يمكن مكافحه العدوى عارفينها، لكن انا ودي اليوم بما ان لقاءنا يتم نشرها، اهمها موقع الاداره العامه لمكافحه العدوى والمنشآت الصحيه، جميع الادله الارشاديه، جميع الادوات المستخدمه للتقييم، اسماء المقيمين المعتمدين في المملكه في جميع المناطق مذكوره في هذا الموقع، المحاضرات او طريقه الاختبار للايكا او جميع اقسام او برامج الاداره العامه موجوده في هذا الموقع، راح افتحها معاكم بعد شويه لما بس اسوي شير ستوب شير لهذه المحاضره. في عندنا منصه تعليميه خاصه بجميع برامج مكافحة العدوى، يعني اليوم نسمع كثير ناس تقول أنا ما يمديني أروح أسافر مدينة ثانية أدرس، إحنا وفرنا منصة تعليمية إلكترونية بإمكان الحصول عليها في أي مكان وزمان، بس مجرد إنترنت وجهاز، that's it. المنصة طبعاً تنتهي باختبار وينتهي بشهادة خاصة باشتراطات مكافحة العدوى، سواء في مجالات أو برامج مختلفة، سواء كان في التعقيم، سواء كان في برامج مكافحة العدوى، البرنامج حماية تنفسية، برنامج الخدمات المساندة، وبرامج عدة، فأتمنى الاستفادة منها. وفي الأخير هنا راح يتضح لكم الإيميل الخاص ببرنامج التقييم اللي هي audit.gdibc@moh. نستقبل جميع استفساراتكم، جميع اقتراحاتكم، بالعكس إحنا دائما ترخاد يقول هذه الكلمة نشكر من يهدي لنا عيوبنا، بالعكس إحنا نبغى نحسن من برامج مكافحة عدوى، لأنه إحنا عارفين أنه دائما مكافحة عدوى للأسف يمكن مكروهين بسبب الضغط اللي إحنا نسويه على الممارسين الصحيين، لكن في الأخير هدفنا حماية المنشأة الصحية ككل. طبعا في الأخير أو في الختام حابة أقول أنه التخطيط الاستراتيجي، إدارة المشاريع، قياس الأداء، المؤشرات اللي إحنا نشوفها وتزعجنا لا يمكن الفصل بينهم، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وتطويره، وهي في الأخير علاقة تكاملية، بدونها لا يمكن تحسين الرعاية المقدمة لمرضانا. شكرا لكم جميعا، ورح نفتح باب الحوار لاستقبال استفساراتكم ويعني أي سؤال محتاجين تسألون عنه. شكرا لكم جميعا. يعطيك العافية أستاذ أحلام، ما قصرت شرح ما شاء الله ممتع ونبذة صراحة كاملة وشافية. الآن نأخذ الأسئلة من الأشخاص اللي يرفعون إيديهم. طبعا على ما الشباب يشوفون ياخذون شخص، في سؤال الكل قاعد يعيد يعني طرحه، كيف طريقة حساب النسبة لقسم مكافحة العدوى يقصدون فيه في برنامج وازن؟ هذا السؤال يعني الأهم يعني متكرر. طبعا الحساب النسبة يمكن زملاء أنا احنا نعطيهم مؤشرات أو النسبة اللي حصلوا عليها المنشأة الصحية في الآيكا، وهم لهم حساباتهم الخاصة وإحنا لنا نصيب من هذه النسبة 8%. أنا عارفة أنه في وازن في نطاقات، في نطاق أزرق، نطاق أخضر، نطاق أصفر، نطاق أحمر،
ويمكن كثير من المستشفيات كانوا يقولنا إذا كان من 95% إحنا 100% في النطاق الأزرق، إذا كنا من 90 إلى أقل من 95 إحنا في النطاق الأخضر، يعني 75%، وهذا قليل. إذا إحنا في من 70% إلى أقل من 90 إحنا في النطاق الأصفر، يعني 50%، وكذا راح يصير مشاكل بين قسم مكافحة العدوى وبين مدير المستشفى. إذا كنا أقل من نسبة من 70% إحنا في النطاق الأحمر ويعتبر صفر. إحنا عارفين هذه إشكالية موجودة، لكن إن شاء الله موعدين مع زملائنا برنامج وازن بإذن الله 2023 راح يتم تغييرها، ويمكن دكتور عبد اللطيف وزملاء برنامج وازن راح يأكدون هذا الوعد بإذن الله. ممتاز. في سؤال آخر، كيفية الحصول على شهادة البكسل، يعني رخصة مهارات مكافحة العدوى، كيف يقدموا عليها، كيف يحصلوا عليها، في لها البروسيس؟ تمام. البكسل اللي هو البيزك انفكشن كنترول سكيلز لايسنس، اللي هي رخصة أساسيات مكافحة العدوى. زميلنا أستاذ عبد الله معدي بطل برنامج تدريب والتعليم عندنا في الإدارة، هو مسؤول عن هذا البرنامج. البرنامج له منسقين في المناطق مسؤولين عن هذا البرنامج، بإمكان التواصل معهم سواء على أي قطاع خاص ولا حكومي، وراح يبلغونهم كيف آلية الحصول عليها. لكن هو في منسقين في المديريات ومنسقين في التجمعات والمستشفيات، وفي آلية كاملة ومنصة وكل حاجة لها علاقة في البكسل موجودة عند زملائنا في المناطق وعلى اطلاع تام فيها. لكن أنا أتمنى، عشان كذا أقول إنه الكوميونيكيشن بين المناطق في المديريات وتجمعات مع مكافحة عدوى المستشفيات جدا مهم، مو بس تقييم، عشان تقديم الدعم الكامل. لكن البرنامج موجود وبإمكانهم التواصل معنا أي وقت. أنا حطيت الإيميل حق الأوديتينج أو رقامنا موجودة أساسا في جروبات الواتساب الخاصة بمكافحة العدوى، أو بنفس الممارس الصحي يروح بس قسم مكافحة العدوى يسأل عن بيكسل، راح يعطونهم التعليمات كاملة ومفصلة عن البرنامج. ممتاز. في سؤال شخص، سؤال فني شوي، يقول المدة المحددة اللي هو 7 أيام لإرسال الخطة التصحيحية غير كافية، لأن التصحيح يحتاج الاجتماع مع رؤساء أقسام وترتيبات. صحيح، أنا معاه. إحنا ليش مسوينا الآيكا نص سنوي؟ ويمكن زملائنا كانوا يقولنا الوازن مثلا يطلع لنا وإحنا لسه ما عندنا زيارة ويقعد سكور زي ما هو في الآيكا، لأنه إحنا ما عندنا زيارة. إحنا عارفين إن التصحيح ياخذ وقت، لكن هو يحط الملاحظات المرصودة في التقرير ويكتب عليها المقترحات، وبعدها يجتمع مع رؤساء الأقسام ويطلب دعمهم لتطبيق هذه الخطة الصحيحة. إحنا ما نطلب تطبيقها، إحنا نطلب بس الخطة تكون مكتوبة. تطبيقها ياخذ وقت، عشان كده إحنا عندنا بس زيارتين، يصير في النصف الثاني من الزيارة نتأكد إنه تم تطبيقها وتصحيحها. لكن هي كتابتها ما تأخذ وقت، لأن ملاحظات مكتوبة أريد إحنا بينا له كعين خارجية جاي المنشأة الصحية، بينا له فين الخلل، وعلى أساسه هو بس يكتب وبعدها يتم التطبيق بأخذ وقته المطلوب. ممتاز. الآن بنفتح المايك في العنود. تفضل يا عنود. دكتور أنا رافع يدي، ما ناديتني. دكتور عبد اللطيف انت المفروض اليوم تجاوب على الاستفسارات كلها. اسماء كثيره. انت احرجتينا الحين، طلباتك اللي قاعد تطلبينها. اول شيء انت اتعبتي من بعدك، ما شاء الله بدايه قويه وشيء مميز جدا. يعني طلباتكم اوامر، يعني اي شيء تبونه بالعكس احنا ان شاء الله نخلص هذا الربع، السنه الجايه لكم ما تريدون. وانا بس عندي بس معلومه حاب اقولها، انه مكافحه العدوى حيكون معانا في برنامج وازن للتجمعات الصحية. حتكون عندنا بطاقتين، اليوم عندنا بطاقة حاطينها للمستشفيات، وهذه بدأت من عام 2019. إن شاء الله خلال السنة هذه حنطلع بطاقة ثانية خاصة بالتجمعات الصحية. واللي يعرف موضوع البوابات اللي ينتقل منها التجمع، يسمونها بوابات النضج، يعني أنه كيف أنت تكون ناضج التجمع، في البوابة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، 5 بوابات. حتصير مدى تقييم نضج التجمع عن طريق البطاقة، حتخدم يعني بطاقة وازن هي أحد الممكنات، مو هي معتمدة على وازن، لكن هي أحد الممكنات في البرنامج. جالسين نشتغل على هذا الموضوع، إن شاء الله يرى النور. هي فكرة وخطة وعمل،
نتمنى انه يكون موجود، ولكن اول شريك حاطين احنا في بالنا اللي هي مكافحه العدوى، لانه عندهم ما شاء الله في الايكا استخدام امور قاعده تخدم التجمعات، فكثر ما هم قاعدين يخدموننا يعز علينا يطلبون شيء ونقول لا ابدا، تشوفون احنا تحت امركم. الله يسعدك دكتور، ما يمر لك عدو. في معنا دكتورة هيام البحيران. تفضلي دكتورة. عليكم، يعطيكم العافية أستاذ أحلام، محاضرة صراحة رائعة وتطرقتي لكثير جوانب أنا استفدت حقيقة كثير منها. أنا بسألك يعني عن موضوع الإثكس كود، وكيف إحنا نوصل مع ممارسينا سواء أطباء أو ممرضين أو فنيين في كافة التخصصات على أن إحنا نكون ملتزمين بمعايير مكافحة العدوى كسلوك وكتطبيق، يعني بغض النظر عن موضوع أنه يجيني مقيم ويقيم التزامي بالمعايير. المملكة العربية السعودية ولله الحمد رائدة بمجال مكافحة العدوى، وأتوقع أن احنا إن شاء الله من الدول القدوة نعتبر في هذا المجال. موضوع أن المقيمين أحيانا ينظر لهم على أنهم زي الجلاد اللي جاي أو اللي داخل المنشأة ويحاول يصطاد الخطأ. طبعا أتوقع أن الشيء هذا مفروض إحنا كلنا يعني ما نشجع الشيء هذا، لكن طريقة المقيم وأسلوبه في التقييم وكيف يقنع الممارس الصحي على أنه اتباعك للمعايير هذا وتطبيقك لها فيها سيفتي لك أنت أولا وتحافظ على نفسك أولا. وأعتقد أن احنا يمكن مرينا بالجائحة اللي أعطتنا دروس كثير واستفدنا منها كثير، لكن أنا ما زلنا نشوف بعض الأطباء مهملين أحياناً، بعض التمريض مهملين أحياناً، بالرغم أنه في متابعات وفي يعني كيف نوصل أن احنا يكون هذا سلوك يعني نسلكه بممارساتنا في المنشآت الصحية. موضوع الدعم من القيادات مهم جدا، أتوقع طبعا مدير المنشأة لازم يكون سبورتنج للموضوع المكافحة العدوى في المنشأة، وطبعا ما نستغني عن الدعم الكبير من القيادات من الدكتور عبد اللطيف وزملاء في مكافحة العدوى. جانب المكافحة العدوى جانب مهم كبير، وأتوقع يعني الدعم مطلوب دائما. والله يعطيكم العافية، أنا صراحة كثير معجبة بطريقة إلقائك والمعلومات اللي قدمتيها، وألف شكرك. العفو دكتورة، جدا شهادة والله تسفية، وشكرا على وقتك لحضورك معنا هذه الأمسية. دكتورة تطرقت لكذا موضوع، أول حاجة السلوك جدا صعب، حتى في الأبحاث ذكرت هذا الشيء أنه تغيير سلوك، يعني عشان كذا مكافحة عدوى دائما مؤشراتها تكون ضعيفة والناس ما ترضى فيها، لأنه إحنا تغيير السلوك هذا شيء صعب، يعني كل مؤشرات مكافحة عدوى معتمدة على سلوك الممارسين الصحيين، لكن في حوكمة أو في سياسات معينة داخل المنشآت الصحية أجبرت الناس أن تلتزم بإجراءات وسياسات مكافحة العدوى. يعني يمكن أكيد سمعتي بحاجة اسمها statement of authority، هذه statement أو كسياسة تكتب وتعتمد من صاحب الصلاحية في المنشأة نفسها، بحيث أنها تكون ملزمة أثناء orientation program حق أي ممارس صحي أن يوقع أنه في السياسات وإجراءات ملزم فيها، وهي statement of authority حق مكافحة العدوى من ضمنها أنه يكون
ممارسي مكافحة عدوى داخل القسم يقومون بجولات ويصحون أي أخطاء. لكن أنا كمان أذكر في الجانب الآخر زملائنا في مكافحة عدوى أنه الكوميونيكيشن سكيلز مهمة جدا. يعني في الأخير إحنا نستخدم الإفكتيف كوميونيكيشن بحيث نقنع الآخرين بأهمية. يعني مثلا لو رحنا لقسم معين ولقينا فيه نسبة العدوى مرتبطة بالرعاية الصحية عالية، أو ممكن السيرجيكال سايت انفكشن أو الكاتيتر يورينري تراكت انفكشن، ونوريهم إنه قديش الريت عالي، دائما الأرقام تقنع الناس، والأرقام هذه تؤثر على اللونج اوف ستي أو مدة تنويم المريض داخل المنشأة الصحية، والكوست اللي بيكلف المنشأة الصحية، والجهد اللي بيكلف على الممارسين الصحيين. وعشان كده هذه الارقام والاقناع الناس از بزنس كيس، وانه كوميونيكيشن سكيلز وادوكيشن ان اويرنس كلها حزم اشياء كثيره مالتي فيكتد انترفينشنز ناخذها عشان نحسن من سلوكيات الممارسين الصحيين. طرقت الموضوع مهم اللي هو المقيمين. احنا عارفين انه اكيد المقيمين معظمهم يكون عندهم كودز اوف ايثكس زي ما قلتي، كود كوندكت او اتيتيود، لكن احنا من السيرفي اللي تجينا من المنشأة الصحية تقييمهم للمقيمين اللي قاموا بالزيارة، من خلالها نعرف مدى التزام المقيمين، وما ناخذ من اول سيرفي. يعني باحيان ممكن يكون المنشأة ما انصفت المقيمين، لكن احنا من عدة زيارات، من عدة سيرفي، من الريبورت حق المقيم نفسه او من معرفتنا للمنشأة الصحية في السنوات الماضية نقدر نقيم الوضع. وممكن نلغي الزيارة إذا لقينا أي بريتش في الكوندكت هذه أو اختراق أو البروتوكولات، ونخلي الزيارة تنعاد. جهود المملكة صحيح فعلا الحمد لله، وما صارت الحمد لله التصدي، والمملكة كانت في من الدول جدا قوية في تصدي الجوائح وجائحة كوفيد 19 بسبب تكاتف الممارسين الصحيين. دكتور سلطان، قبل ما تاخذ المداخلة الجاية، بصراحة وجود الدكتورة هيام معنا اليوم يعني أكبر دعم. إحنا نحتاج قيادات أمثالك دكتورة لدعم مكافحة العدوى. إحنا بصراحة داعمين ومعطينهم كل اللي إحنا نقدر نعطيهم، لكن وجود حضرتكم معنا اليوم وحضورك اللقاء والاستمتاع بكل التقديم، وما شاء الله أبدعت أحلام، يخلي الزملاء القيادات يحسون فعلا بحجم هذا الموضوع. فشكرا جزيلا على حضورك معنا يا دكتورة. معنا الدكتور رمضان يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل دكتور. الصوت كده واصل؟ كده تمام، تفضل دكتور. بس على وجهنا ممتاز. انا لي سؤال بخصوص عياده صحه العاملين، والسؤال موجه طبعا لاداره مكافحه العدوى. عياده صحه العاملين بترتبط تماما بمكافحه العدوى في كل اعمالها، طبعا من بيكسل للاميونايزيشن للفاكسينيشن للفولو اب اوف ستاف للايديوكيشن حتى. ولكن في بعض التجمعات الصحية عيادة صحة العاملين بتتبع الهيكل التنظيمي للصحة العامة، فده بيحدث نوع من الكونفليكت بين في أداء العيادة للمهام المكلفة بها. فياريت إيضاح للنقطة دي من إدارة مكافحة العدوى. دكتور حياك الله. طبعا طرقت للاوكيوبيشنال هيلث كلينك او اهميه برنامج الصحه المهنيه في 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 تطبيق الفعال لبرنامج مكافحه العدوى، وخصوصا لحمايه الممارسين الصحيين. احنا قلنا لجنه مكافحه العدوى والانفكشن بريفنشن اند كنترول كوميتي، الكوميتي هذه ممبر اساسي فيها عياده الصحه المهنيه بغض النظر عن الهيكله
الداخلية تحت الصحة العامة أو تحت مكافحة عدوى. الكوميتي هاي تجمع جميع الأعضاء اللي مهم وجودهم لتطبيق برنامج مكافحة عدوى ويصنع قرار. فمن خلال الكوميونيكيشن سواء بالكوميتي أو من غير الكوميتي يستمر عمل إرسال التقارير بين الأقسام ويتأكد عمل يتم تطبيق البرنامج حق الصحة المهنية بشكل فعال. والكوميتي هاي ترى لها دور جدا كبير، أتمنى أن يكون عيادة الصحة المهنية وأصلا مذكورة في أدلتنا حق البرنامج تطبيق تقييم تطبيق معايير مكافحة عدوى والآيكا أنه المنبر في الكوميتي هو الأوكيبيشنال هيلث كلينيك بغض النظر عن الأورجانيزيشنال شارت داخل المنشاة. تمام، شكرا لك. العفو دكتور، بس حابة أستاذي فاضي بس أحط المأسورة أو الشيرينج للموقع لأن أول ما رفض معاي ممكن أحطه عشان يمكن زملاء كثير يسألون في الشات عنه. تفضلي تفضلي أستاذ. واضح الشاشة؟ ممتاز. تمام، الموقع اسمه gdibc.sa، مجرد ما تحطون في جوجل يطلع لكم موقع الإدارة العام لمكافة عدوى في جميع الأقسام. لو رحنا للـ Infection Prevention and Control Programs راح نجي، وطبعا في بيكسل اللي سألوا عن بيكسل، راح ندخل على Auditing Unit. لو دخلنا مجرد ما ندخل على Auditing Unit نلقى لكل قسم، مو بس قسم البرامج التقييم، كل قسم موجود فيه جميع التقارير من عام 2017 لين عامنا هذا، تقارير سنوية وأي أبحاث تم نشرها، في بروتوكولات الزيارة أو بروتوكولات التقييم سواء كان تقييم ذاتي أو تقييم من قبل خارجي من قبل مقيمين معتمدين، في الفلو شارت كيف يتم أو التسلسل لكيف يتم زيارات التقييم، في كل أسماء المقيمين في المملكة في جميع المناطق المعتمدين ويتم تحديثهم بشكل متكرر أو سنوي، في الأدلة الإرشادية ومحدثة على حسب الأدلة الصادرة أو الأحداث العالمية، وفي الأدوات أو التولز اللي تستخدم للتقييم، وفي الأخير مسوي لنا منصة خاصة سواء كانت فيها شهادات إلكترونية أو منصات تعليمية إلكترونية، وفي محاضرات مسجلة على قناتنا في اليوتيوب اسمها كمان GDIBC على اليوتيوب، مجرد ما تحطون عليها كل المحاضرات مسجلة بالصوت والصورة، وفي الأخير اي استفسار عن اي استفسار خارجي او طلب للدعم موجود ايميلنا في نفس الموقع، اتمنى تستفيدوا منه وتنشرون قد ما تقدرون في منشآتكم الصحيه. كم عدد المحاضرات دكتور احلام؟ والله دكتور بس في الاوديتنج حقت 2023 الدليل الاخير طلعنا اكثر من 30 محاضره مسجله. عدد المتابعين عندنا في اليوتيوب 1700 متابع. ما شاء الله تبارك الله. ما سمعت أسئلة كثيرة مكافحة. هم في سؤال كان يتحدث كيف أقدم على الآيكا كمقيم، في رابط أو مهتمين في إذا كان متى يفتح التقديم؟ هو سنويا الاختبار على طول. أول شيء إحنا نشوف الأبديتس في الإيفيدنس العالمية، وإذا كان عندنا بروتوكولات محلية زي مثلا بروتوكولات اللوائح المحلية على أساسها يتم تحديث الأدلة الإرشادية. بعد ما نحدد الأدلة الإرشادية على طول ونجهز الأدوات الخاصة بالتقييم نفتح بوابة استقبال الآيكا أوديتورز إنه كيف يصبح مقيم معتمد. طبعاً المقيمين المعتمدين يقدرون يسألون، إذا كان ممارس مكافحة عدوى يقدر يسأل قسم مكافحة عدوى في المنشأة لأن يوصل له الإعلان. إذا كان خارج المجال فصعب، لكن عشان كده إحنا دائماً نطلب اللي داخل مجال مكافحة عدوى لأن هم راح يكونوا مقيمين مكافحة عدوى. لكن بالتواصل والسؤال لقسم مكافحة عدوى سواء كان في المستشفى أو في التجمع أو في المديرية يتم الإجابة على هذا الاستفسار ويتم إعلان عنها في جميع في الموقع عندنا في الإدارة العامة، في التويتر عندنا قناة، في اليوتيوب يحط محاضرات جديدة، في الواتساب والتليجرام. ممتاز. في سؤال يقول في اختلاف في معايير الآيكا لغرف العزل في مجمعات إرادة والصحة النفسية مع معيار سباهي، هل بالإمكان توحيد المعيار مع سباهي؟
صحيح جدا مهم توحيد المعايير، وزملائنا في سباهي مو مقصرين. احنا ان شاء الله نعمل مع بعض حاليا انه احنا نوحد المعايير الخاصه بمعايير مكافحه عدوى ككل. معنا مشاركه من الاستاذ اللي هو أريج. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور سلطان ودكتور عبد اللطيف. أستاذ أحلام شكرا على هذا العرض الرائع، يمكن هذا ثاني لقاء معك. ما شاء الله عليك، أول لما اجتمعت معك في تحديث معايير الزائر السري كنت قد بريزنتر للإنفكشن كنترول، والآن ما شاء الله عليك حتى معنا في وازن أبدعتي في اللقاء. سؤال لك أستاذ أحلام بخصوص مؤشر الآيكا، أكثر سؤال كان يجينا إحنا كفريق وازن، هل مؤشر الآيكا ينطبق على المدن الطبية كما ينطبق على المستشفيات اللي أكثر من 500 سرير والمستشفيات الطرفية اللي أقل من 50 سرير؟ هل نفس المعايير والمحاور الخمسة اللي ذكرتيها كلها تطبق على نفس الكرايتيريا؟ صحيح، أي مستشفى سواء كان بأسرة، لكن الداخلية اللي هي السب إليمنتس لا تختلف طبعاً. احنا نذكر في داخل السب إليمنتس اذا كان عدد الاسره قديش، الغرف العزل قديش نحتاجها، لانه احنا نعمل في حسابنا سكوب اوف سيرفيس، الترندز حق الانفكشوال ديزيز الموجوده في المنشاه الصحيه، الجيوغرافيكال اريا، البوبوليشن سيرف باي الهيلث كير فاسيلتي نفسها. هذه كلها اشياء تنكتب في الريسك اسسمنت ونحطها في عين الاعتبار في تقييمنا في الايكا، وتختلف المعايير. احنا في البدايه نقول المنشآت البيد كاباسيتي لاكثر من 200 واقل من 200، لكن كسب اليمنت داخليه لا، في اختلاف على حسب المقيم وفهمه للادله الارشاديه، وطبعا هي مختلفه وواضحه في الاداه المستخدمه. دكتور اريج باي ذا واي، ترى دكتور عبد اللطيف عرفني اسماءكم، ونستنى اللقاء لنا ان شاء الله في الاداره معاكم. الله يعطيك العافية أستاذ أحلام. ممكن في عندك أي طرح أو تنويه لبعض الأمور كإضافية يعني؟ أشكر جميع من حضر هذه الأمسية، أشكر دكتور عبد اللطيف وجميع زملائي برنامج وازن، دكتور خالد، دكتور عبد المجيد، الدعم اللي يقدمونه لممارسي مكافحة عدوى في المملكة ككل، زملائي ممارسي مكافحة عدوى في المملكة، أنتم أبطال أثبتوا ذلك في الجائحة وأثبتوا قبل الجائحة في ميرس كوف في جميع الأوقات. خليكم زي ما أنتم، بي أبديتد، بي فايتر زي ما إحنا نعرفكم، وإحنا موجودين لكامل الدعم كإدارة عامة مكافحة عدوى المنشآت الصحية طول الوقت من جميع من خلال قنوات التواصل، سواء كان باتصال بواتساب 24 hours 7 days. وألف شكر لهذه الأمسية، إن شاء الله لنا لقاء في المستقبل بإذن الله في أمسيات أخرى. الله يعطيك العافية أستاذ أحلام، وزي ما ذكرت أستاذ أحلام أي أسئلة في الرابط اللي وضعتها في العرض والإيميل، إذا في أسئلة ممكن نوجه لها، صراحة الأسئلة كثيرة والوقت نحاول إنه ما نزود على الناس، وإن شاء الله لقاءات أخرى، وتمسون على خير. في أمان الله. شكرا جزيلا لكم، الله يعطيكم العافية، نشوفكم على خير إن شاء الله.